السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش نشدو السيتا في القنصليه ديال مراكش، في القنصليه المغربيه. اول حاجه كنديرو هي كنكتبو كونسولادو دي مراكش، وكنجيو هنايا سوليسيتود دي سيتا بور فيا تيليماتيكا هادي. كنوركو عليها كتعطينا هاد الصفحة. كنهبطو حتى لتحت كاع، كنبقاو هابطين حتى لتحت، وكنجيو لهادي هنا. كنوركو عليها، ملي كنجيو هاد الصفحة كنختارو اللغة اللي بغينا، إما العربية إما الفرنسية إما الإسبانيول. بالنسبة لك انتي أول مرة عاد تدخل لهاد الموقع، يعني لا بد خاصك تسجل هنايا، خاصك دير مع الكونسولادو واحد الكوينتا، كريارونا كوينتا. ولا كانت عندك الكوينتا ديالك صافي، كتجي كديرها غير هنايا، كتكتب الخيمايل وكتكتب الكونتراسينيا. اما لا كانت اول مره خاصك لابد دير كوينتا، وهاد الكوينتا كتبقى عاقل على الكوريو اللي استعملتي فيها وعلى المود باس، لحقاش هما اللي غتبقى تدخل بهم كل مره. انا في الحاله ديالي عندي الكوينتا مصيباها، ما صورتهاش ليكم، المره الجايه ان شاء الله نصور لكم كيفاش تفتحوا كوينتا. المهم هنايا كدير الخيمه اللي عندك والكونتراسينيا، وكدير لابد ان نوصل يور روبوت وكونيكتارسي. ملي كنديروا الخيمايل والمود باس وكندخلوا في الصفحه ديال الكونسولادو، إذا كنتي باغي السيتا كتجي هنايا كدير نويبا سيتا، كتورك هنايا وهنايا كدير إليكسيون دي اون بينيفيسياريو، يعني لمن هاد السيتا، وكتورك هنايا وكدير إما لك إما لا كانت يعني كنتي باغيها لشي واحد آخر. انا غنوريكم، لكن تي باغي شي واحد اخر كدير نويبو بينيفيسياريو. اما انت اللي كنتي مسجل الاسم ديالك هو الاول كيطلع، ولا كنتي باغي لواحد اخر كيطلع هاد نويبو بينيفيسياريو، وكدير باليدار. باليداموس هنايا، هنايا نويبو بينيفيسياريو كيقول لك واش ماتريكولادو ولا لا. الكنيه لابيدو، النومبري، النومبري ديال بادري، النومبري ديال المادري. اي حاجه شفتو فيها هاد العلامه الحمراء كتعني بانها ضروريه لا بد خاصكم ديروها. كاينين شي وحدين اخرين ما فيهمش هذيك العلامه الحمراء، يعني ماشي لا بد ديروهم. هنا سيتواسيون فاميليار، وكتبقى غادي تعمر حتى كتسالي حتى الاخر. هنا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفتشه ديال ناسيمينتو، ما عندهمش التاريخ، كيقول نوتينغول ديا ولا نوتينغول ديا هي الميس. وهنا البايس فين ساكن، النمره ديال لاكارت، امتى تسالي، هنا الديريكسيون فين ساكن، اين مدينه واين بويبلو. وهنايا النمره،
هنايا مثلا دايرين لكم بريفيكو ديال ماروكوس، بلو تبقاو تجيو هنايا وتبدلو ديرو اسبانيا صافي. من بعد ما كتعمرو هادشي كامل كنجيو كنديرو باليدار، بحق ما خاصكم تنساو حتى شي حاجه. كنوركو هنايا، من بعد ما كنعمرو كلشي وكنديرو باليدار كتعطينا هادي، والاسم الشخصي كيكون في الجنب وكنوركو عليها. من بعد ما كنوركو عليها كتعطينا بان علاش بغينا السيتا، واش باش نجدو الباسبور، الماتريكولاسيون، تبدل لاكارت، شي حاجه ديال العدول، بالنسبه لليغاليزاسيون ديال الوكالات. مهم كل واحد والسيتا لاش باغيه، انت عندك الاختيار انك تختار هنايا. ومن بعد على حساب كل حاله كيبيديو لك دوكومنتوس بانك تطلعهم. انا مثلا عندي بانني باغا نبدل لاكارت، ونوريكم شنو محتاجه، اين ورق محتاجه نطلعهم اليوم هنايا. ندير لاكارت، سمحوا لي خوتي على التصوير لحقاش شاد التليفون بيد وكنستعمل الاورديناتور بيد الاخرى. وهنا كاع الدوكومنتوس اللي غيبيديو لك، اي حاجه بيداو لك يعني كتكون بالاحمر كتعني بانها مهمه خاصك تطلعها، خاصك تطلعها هنايا كتورك على هادي وكتطلعها هنايا. يعني داك الدوكومنتوس كاملين خاصهم يكونوا عندك في الاورديناتور ولا في التليفون. شوف انت شنو كتستعمل باش تدخل القنصليه، والتليفون ولا الاورديناتور. وبالنسبه لهادو اللي ما كيكونش فيهم نجمه الحمراء يعني ماشي مهمين، ماشي لابد تطلعهم. المهم اللي كنطلعوا كلشي كنجيو هنايا وكنديروا امبيار سوليسيتو، وملي هما كيشوفوا بان حتى شي حاجه ما ناقصكش كيصيفطوا لك باش تختار يعني الفاتحه والديه والساعه اللي بغيتي. انت كتختار على حسابيه السيتات اللي ديسپونيبل ديك الايامات. المهم خوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. واي حاجه ما عرفتوش ليها ممكن تحطوا لي في الكومنتاريوس وانا نجاوبكم. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم.